ساعات الصباح الأولى تبدأ السلع في الوصول إلى سوق الجملة ببئر القصعة. هنا خيرات البلد تعرض على اختلافها وتنتظر شاريها لتزويد السوق فيما بعد. وهنا أيضا وكيل بيع وفلاح ووسيط، جميعهم يكونون حلقة تتمركز حولها الأسعار التي سيجدها المواطن في السوق، والتي تبقى محل تذمر وحتى استغراب من البعض عمن يحددها. والله لا أعرف مين شيء، لا من القشار لا من فلاح لا من حتى زهاك ترازل. هون الفلفل ب 2006 وب 2500 وما سيزين، تطلع لبرا تلقى سوامات اخرى. من الناس عارفين منين تكون قاعدين يغليوا توا احنا. بالنسبه للسلعه اللي انا في مرش القرو ناقصه. السلعه في مرش القرو ما تدخلش. شوفوا السلعه لبرا، امشي توك الباب فله امشي للشريط الاخرى، تلقى البطاطا نظيفه. لهنا ما تلقاهاش في المرشي لهنا. وكلاء بيع. هذه السلعه الكل طويكه نتاع الناس ماهيش نتاعنا. نبيعوا في سلع الناس. فهمتني؟ ما عنديش الحق لا باش نزيدها لا باش ننقص لها. اللي سويت القاعده نتاعنا الوحيده هي عرض وطلب. هذايا كي يسوى 2800 انا ما عنديش الحق ننقص 100 فرنك. ماهيش سلعتي ماهوش رزق. فلاح يزمو يتعاونوا شويه. كل شيء يتكلف عليه غالي. تمشيو توا فهمت تشوف الذويات قداش والزريعه والغبار والماء تشوف انت الناس الكل تعلم فهمتوا لا في الماء شو قله الماء في البلاد. واحد كل بكرات راه متكلف على فلاح سلع. بطاطا سعروها هنا مطلوب 500 قاعدين بياخذوا 500 البارح سكي ولت ب 16 رجعناها ب 2000 فرنك الصراحه الكل رجعناها البارح ومازال بعد خذينا ب 16 رجعناها ب 2000. عوده نسق التزويد العادي للسوق هو ما اكده مدير الاستغلال بالشركه التونسيه لاسواق الجمله الذي اكد تحديد اسعار عدد من المنتوجات. الاضطرابات اللي عرفتهم عرفهم التزويد في السوق خلال الايام الفارطه بدا يرجع النسق العادي للتزويد. الحقيقه وقع تحديد العديد من الاسعار بالنسبه للمنتوجات كما البطاطا اللي وقع تسقيفها الدينار و600 على مستوى الجمله، بالنسبه للطماطم ما تجاوزتش الدينار و800، بالنسبه للفلفل في حدود 3 دينارات ما يتجاوزش 3 دينارات، بالنسبة للبصل الجاف دينار و600. التسعيرة شملت ثلاثة منتوجات شهدت أسعارها في المدة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا. الطماطم والبصل والبطاطا ونعرف أهمية الثلاثة منتوجات هذوما في قفة المواطن، والتسعيرة هذه جات لحد من ارتفاع المشط للأسعار. يعني وقت اللي تسيبت التسعيرة هذه المنتوج مثلا البصل اللي كان في حدود دينار من لقيناه يتباع على مستوى الجملة 2500، وك علاش رجع التسقيف وحددنا تسعيرة البصل دينار و600. تحديد لتسعيرة عدد من المنتوجات قد يساهم في التخفيض ولو نسبيا من الأسعار، خاصة مع تدني المقدرة الشرائية للتونسي في انتظار تكثيف الرقابة خاصة في الأسواق وعلى مسالك التوزيع.